هنبدأ يا شباب إن شاء الله في المنهج. إن شاء الله النهاردة أنا هتكلم معاكم على introduction، ودي يعني أنا بعتبرها أهم حاجة. يعني النهاردة يمكن أنا حتى اتكلمنا النهاردة وقلت لك إني هعمله زوم. ليه زوم يا باشمهندس؟ علشان لا، هو إحنا يا شباب كده كده بكرة في سيكشن، إحنا بكرة في سيكشن اللي هو تقريبا 15 16، بكرة الساعة 2 تقريبا، بكرة معاد 15 16 الساعة 2، وال و11 و12 يوم الثلاث 8 ونص. لا 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 خالص، ده السكشن بتاع النهارده ده ملوش علاقه بالسكشن الاساسيه خالص يعني، خلاص. فاحنا ان شاء الله الاساسيين هيبقوا في ميعادهم الاضافي، اما ان احنا هنمشيه اونلاين على طول او هنعمله في الجامعه، لسه هنشوف ده ان شاء الله لما نتقابل بكره ونخلص بس سكشن الاسبوع ده. هنبدا نشوف احنا يعني ايه، يعني يكون الافضل اننا ناخد الاضافي مثلا مرتين في الاسبوع او مره في الاسبوع اونلاين كل جمعه مثلا، ناخد السكشن اللي هو الاضافي بتاعنا واللي هي سكشن كلها ثابته. يعني بكره ان شاء الله شباب في سكشن 15 و16 ان شاء الله في سكشن بكره، و11 و12 يوم الثلاث 8 ونص باذن الله. طيب فان شاء الله النهارده يا شباب هنتكلم على انترودكشن مهمه جدا، حاول تركز فيها وحاول قدر الامكان انك تتخيل. يعني انا دلوقتي هشرح لك وهجيب لك موديل تيكلا وهتشوف كل حاجه قدامك كانها في الطبيعه بالظبط. اول حاجه يا باشمهندسين، انت بتدرس حاجه اسمها ستيل ستراكشر، منشات معدنيه. يعني انت بتدرس في الترم ده يا باشمهندس منشأ زي ده كده، هانجر زي اللي انت شايفه قدامك ده. طيب ايه هي الهناجر دي يا باشمهندس، او ايه هي المنشآت المعدنيه؟ امتى انت تشوف المنشآت كده؟ في منشآت عندك خرسانيه، في منشآت معدنيه، وفي منشآت كمان بتتعمل من الخشب بتبقى صغيره يعني. فانت ايه هي المنشآت المعدنيه؟ المنشأ المعدني ده يا باشمهندس هو المنشأ اللي بيكون الهيكل الاساسي بتاعه او العناصر الاساسيه اللي فيه بتبقى من الحديد. يعني ايه؟ ايه العناصر الاساسيه في اي حاجه يا باشمهندس؟ زي عمود الكمرات الرئيسيه فيه مثلا تبقى من الحديد. زي ايه المنشات؟ وهل يا باشمهندس لازم المنشا الستيل ده يبقى كله حديد في حديد ما فيهوش اي حاجه؟ قال لك لا، ده هو العناصر الاساسيه بتاعته تبقى من الحديد بس. يعني الكمرات والاعمده بتاعته تبقى من الحديد يا باشمهندس، وممكن يبقى عليه بلاطه خرسانه عادي جدا. زي هقول لك دلوقتي في كباري مثلا انت بتعدي عليها، زي كوبري اسكان مثلا يا شباب اللي احنا بنعدي عليه في الزقازيق اللي هو قدام الكليه بتاعتنا على طول. الكوبري ده انت بتبص عليه من فوق كده تقول خرسانه، لا هو بيبقى شايله كمر من تحت، زي كوبري المحافظه كده اللي احنا بنعدي عليه. كوبري المحافظه ده كوبري ستيل، ليه؟ عشان الكمر اللي تحت يا باشمهندس كله ستيل، هو جسم الكوبري من تحت ستيل، هو بس معمول عليه بلاطه خرسانه علشان العربيات تعدي عليه من فوق. فالمنشا الستيل ده يا شباب احنا بنقول ان ده ستيل ستراكشر، ده منشا معدني، مش لازم يبقى ستيل كله يعني، لا ده هو يبقى العناصر الاساسيه بتاعته بس من الحديد. طيب زي ايه كده يا باشمهندس المنشات دي اللي انت بتقول لنا عليها؟ في منشات كتير زيها، مظلات العربيات مثلا اللي هي الكار باركس اللي هي المظلات بتاعه العربيات، زي خطوط النقل القوى الكهربائيه يا باشمهندس اللي هي الترانسميشن تاور، زي اللي هي الصوامع او اللي هي الخزانات اللي هم بيخزنوا فيها الحبوب. زي يا باشمهندس عندنا بقى المنشات اللي احنا هندرسها زي حاجه اسمها الاندستريال بيلدينج. انت بتدرس حاجه اسمها اندستريال بيلدينج، ده اسمه منشا صناعي يا باشمهندس. يبقى المنشا اللي انت بتدرسه الهانجر ده اصلا اسمه توصيفه اللي هو اندستريال بيلدينج، منشات صناعيه يعني، اللي هي الهناجر اللي زي اللي في الصوره اللي قدامك دي. في كمان يا شباب عندك حاجة اسمها مهمة جدا، ودي إن شاء الله هيبقى شغل سنة رابعة الكباري. أنت إن شاء الله بتاخد في ثالثة المنشآت دي اللي هي زي الهناجر، في رابعة بإذن الله هتدرس كورس تاني من الستيل وهو الكباري. في عندك يا باشمهندس الكباري المعدنية، الكباري دي في منها نوعين، ممكن يبقى كوبري ريلوي بريدج، وفي حاجة اسمها رود واي بريدج. يعني إيه ريلوي ويعني إيه رود واي؟ ريلوي يا باشمهندس ده كوبري بيعدي عليه سكة حديد، بيعدي عليه قطر. زي إيه؟ قدامك برضو لو انت بتعدي كوبري الجامعه كده، بص كده يا باشمهندس لو انت بتعدي كوبري الجامعه بص كده هتلاقي في قطر بيعدي اللي هو بتاع 100 غمض. القطر ده بيعدي على كوبري ستيل يا شباب اللي هو تراس كبير كده على البحر. فانت هتلاقي ان الكوبري ده اسمه ريلوي بريدج. في عندك كوبري ثاني اسمه رودوي بريدج، يعني لو الكوبري بيعدي عليه قطر اسمه ريلوي، لو بيعدي عليه عربيات يا باشمهندس فده بيبقى اسمه رودوي بريدج، زي ما انا قلت لك زي كوبري المحافظه كده يا شباب. طيب يبقى انت عندك من امثله المنشات دي، في عندك امثله كتير يا باشمهندس للمنشات. في بعد كده عندك، طب في كمان يا شباب من امثله المنشات المعدنيه اللي هي الهاي رايز بيلدنج. الهاي رايز بيلدنج دي اللي هي المنشات العاليه جدا اللي هي ناطحات السحاب يعني، تمام؟ اللي هي دي المنشات دي يا شباب بتتعمل ما بتبقاش ستيل صرف او خرسانه صرف، هي يعني بتعمل حاجه اسمها كومزت في الغالب. كومزت ده يا شباب اللي هو بيبقى ستيل في خرسانه يعني، بس مش ستيل اللي هي للسياخ العاديه بتاعتنا، لا بيتحط فيه قطاعات ستيل يعني اي بيمات وحاجات زي كده، هنعرفها بعد كده ان شاء الله. طيب في عندك يا باشمهندس، طب انتوا ليه بتعملوا الشغل ده؟ انتوا ليه ما عملتوش خرسانه وخلاص يعني؟ انتوا ليه يعني اللي تعبين نفسكم وقلتوا نعمل منشات خرسانيه وكلام من ده؟ طيب منشات معدنيه يعني ما نعملها خرسانه؟ قال لك ما هي المنشات دي يا باشمهندس ليها مميزات وليها عيوب.
فالمنشآت المعدنية يا باشمهندس من ضمن مميزاتها أول ميزة، ودي ميزة مهمة جدا، هو أنت ليه أصلا بتاخد الستيل؟ ميزة الستيل عن الخرسانة إيه يا باشمهندس؟ ميزة الستيل كماتيريال أصلا لوحده بس كده عن الخرسانة إن هو هاي سترينث وهاي داكتيليتي. يعني إيه؟ الستيل بيقدر يشيل أحمال عالية يا باشمهندس، أحمال عالية جدا تمام؟ في مسافات كبيرة بقطاعات صغيرة، وهنشوف ده إزاي دلوقتي برضه. أما الخرسانة يا باشمهندس كل لما السبان بتاعها بيزيد، كل ما انت بتزود فانت بتزود الدبس بشكل كبير جدا. طيب هاي، ده هاي سترينث، ميزه مهمه جدا في الستيل يا شباب ان هي هاي داكتيليتي. يعني ايه؟ يعني الحديد ده ما بيتكسرش بريتل، ما بيتكسرش فجاه كده، يعني انت فجاه ما تلاقيش الحديد اتكسر، لا ده الحديد ده يا باشمهندس لو انت ماسك حته حديد وبتحمل عليها هتلاقي ان الحديد بيحصل له ديفورميشن، يعني بيحصل له كده ايه، استطاله، تشكل بشكل واضح انك تقدر تشوف التشكل ده قبل ما يحصل له الانهيار. طب هو لما يحصل له تشكل ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو بيدي لك، يعني انت لو عندك حته حديد كده وبتحمل عليها هتلاقي ان الحديد ده ما بيتكسرش فجاه، لا، امال بيحصل ايه؟ بيحصل فيه استطاله كده يا باشمهندس، تلاقي الحديد بيحصل له ديفورميشن كده. الديفورميشن ده لما يحصل في حته الحديد ده هيعمل لك ايه؟ ده بيديك يا باشمهندس تحذير ان لما يحصل ديفورميشن في الحديد فده معناه ان الحديد ده هينهار، فانت حضرتك تبدا تخفف الاحمال عليه، او تبدا تعمل ايه؟ او تبدا انك تسيب بقى المكان، ما انت هتعرف ان في انهيار، تبدا تخلي المكان او تخلي المنشا، يبقى انت مش هيحصل خسائر كبيره. انما الخرسانه لا يا باشمهندس، الخرسانه بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها بريتل فيلير، يعني هي بتتكسر فجاه يا باشمهندس. طيب ده كده يا شباب بالنسبه لي نقطه بس للستيل كماده. نفس المميزات دي يا باشمهندس احنا قلنا ان في منشات من الستيل، المنشات دي بيميزها ايه؟ بيميزها اول حاجه يا باشمهندس ان هي هاي سترينث. لما حد يجي يسالك، وركز شويه في الكلام ده بالذات ليه؟ عشان ده هتساله في الشفوي، والشفا بتاعنا بيبقى يعني ايه، رخم شويه، فخلي بالك علشان انت لما بتسال في الشفا ولازم تجاوب، لازم يبقى عندك يا باشمهندس، لازم يبقى عندك يعني ايه، يبقى عندك شويه حاجات كده معلومات عن الستيل اللي انا بقول لك عليهم النهارده دول. طيب حد يقول لك يعني ايه هاي سترينث؟ يعني انت لما يجي يقول لك هي ميزه المنشا ده ايه؟ هاي سترينث. طيب ميزه ان هو هاي سترينث ازاي يا باشمهندس؟ لما تقول له هاي سترينث يعني يقدر يشيل احمال كبيره يا باشمهندس بقطاعات صغيره في مسافات كبيره. الكلام ده معناه ايه؟ ايه رايك لو انت عندك يا باشمهندس فريم الاسبان بتاعه، كان عندك مثلا فريم كده، فريم ده يعني ايه؟ يعني في عمود كده يا باشمهندس، وعمود هنا، وفي كاميرا ما بينهم كده. لو انت متخيل ان المسافه بين العمود ده والعمود ده يا باشمهندس مثلا 40 متر، لو انت عايز تعمل يا شباب ما بين العمودين دول كده كاميرا خرسانه، واحد منكم كده دلوقتي يقول لي هي الكاميرا دي دبسها كام؟ انت لسه دارس خرسانه كتير، يعني انت متخيل ان دبس الكاميرا ده هيبقى كام كخرسانه يا باشمهندس؟ تقريبا انت بتاخدها الا على 10 يعني، صح؟ فتقريبا دبس الكاميرا دي يا باشمهندس او الا على 12 مثلا، فانت هيطلع عندك دبس الكاميرا دي يا باشمهندس كام مثلا؟ 3 متر مثلا، هنقول 3 من 3 ونص 4 متر مثلا، فانت بتتكلم في دبس قد ايه يا باشمهندس في الاسبان اللي هو 40 متر. طيب انت متخيل لو احنا عملناها خرسانه يطلع الدبس بتاعها 40 متر؟ تخيل بقى الوزن بتاعها، وتخيل ينفع تعمل 4 متر، حاجه صعبه جدا طبعا، دي كخرسانه. طيب احنا لو عايزين نعملها كاستيل يا باشمهندس، الكاميرا دي كاستيل تعملها ازاي؟ عارف انت الكاميرا دي كاستيل هتطلع دبسها كام؟ الكاميرا دي كاستيل يا باشمهندس هيطلع الدبس بتاعها 40 سم بس، يعني هيطلع لك، تخيل ان انت المسافه من العمود ده للعمود ده كده يا باشمهندس 40 متر، لو انت عايز تجيب كاميرا ستيل ما بين العمودين دول كده يا باشمهندس هيطلع الدبس بتاعها تقريبا 40 سم. فده كده معناه ايه؟ معناه ان الستيل بتاعك هاي سترينث، يعني يقدر يشيل احمال عاليه في مسافات كبيره زي ما انت شايف كده بقطاعات صغيره. لو انت مركز ورحت بصيت على اي هانجر، وانا نصيحه يعني نصيحه اخ ليك، حاول قدر الامكان انك تروح تبص مثلا على الهانجر بتاع كيمياء او الهانجر بتاع تشييد او حاجه، هتبص للكاميرات اللي فوق اللي هي اللي اسمها، هتعرف ده اسمها رافتر، هتلاقي حاجات صغيره كده. لو انت جيت تقارنها بالخرسانه مثلا، بص للمدرجات يا شباب اللي انت بتقعد فيها، المدرجات دي معموله نظام فريم كمان، بص كده للكاميرات اللي في المدرجات، الكاميرات اللي هي على الفريم يا باشمهندس اللي هي ما بين الاحمال، تخيل ان الاسبان بتاع الفريم اللي احنا بنقعد فيه مثلا تقريبا 15 20 متر مثلا ولا حاجه، وشوف دبس الكاميرا قد ايه، وروح بص للهانجر وشوف دبس الكاميرا الستيل قد ايه فيه، فانت هتلاقي ان الميزه دي متوفره في الستيل. كمان ميزه مهمه جدا ان انت عندك وزن خفيف. وزنه خفيف ازاي يا باشمهندس؟ ما حضرتك لما يبقى الستيل بتاعك يا باشمهندس بتتكلم من الدبس 40 سم، فالستيل اصلا هيبقى وزنه اخف من الخرسانه بكتير. طب يعني هو اصلا يا باشمهندس انا هعمل ايه بالوزن الخفيف ده يعني؟ ما هو وزنه خفيف ده، قال لك يا باشمهندس انت هتاخد ان شاء الله باذن الله في سنه رابعه حاجه اسمها الزلازل. هتعرف يا باشمهندس ان كل ما يكون المنشا بتاعك وزنه خفيف
يبقى حلو قوي في شغل الزلازل، يعني يبقى حلو، يبقى سيف لما يحصل زلزال. يعني كل ما المنشأ بتاعك يبقى وزنه اقل بيبقى الزلزال تأثيره عليه اعلى، زيادة الوزن بتأثر في الزلزال اعلى، يعني الزلزال بيبقى تأثيره اعلى على المنشأ اللي وزنه كبير يا شباب، تمام. وكمان لما يبقى المنشأ بتاعك ده وزنه خفيف هيأثر في ايه معاك؟ صح، هيأثر يا باشمهندس ان الفاونديشن الاساسات اللي انت هتعملها للمنشأ هتعملها خفيفة جدا. ما هو انت اصلا الديد لود في المنشآت دي بيبقى ليه عامل كبير جدا يا باشمهندس. في المنشآت الخرسانية حتى وزن المنشأ بيبقى عليه عامل كبير جدا جدا جدا، يعني تقريبا بيبقى هو الاحمال الاكبر الديد لود. فانت لما تخفف الوزن يبقى انت بتخفف الفاونديشن الاساسات بتاعتك، يبقى انت مقاومته هتبقى للزلازل هتكون افضل. كمان يا باشمهندس انك بتتكلم ان هو قطاعات صغيره سمول سايز ممبر، بنتكلم كمان ميزه مهمه جدا يا شباب في المنشآت المعدنيه، وهي ان المنشأ المعدني ده ما بيحتاجش لشده خشبيه. انت عارف ان الخرسانه بتحتاج ايه؟ لازم سيادتك تعمل شده خشبيه، تمام، وتبدا تعمل بقى يا باشمهندس تصب الخرسانه وتسيب الشده مش عارف كام يوم ثم الخرسانه وهكذا يا باشمهندس، ده ما بيحتاجش لشده. طيب، طب ده ميزه؟ ميزه ازاي يا باشمهندس؟ هقول لك ميزه ازاي. لو انت هتركز بس معايا دلوقتي في نقطه، لو انت حد بيعدي مثلا تحت كوبري الشرويده مثلا اللي هو الكوبري الجديد اللي احنا اللي في الزقازيق ده، او تحت كوبري الزراعه الجديد حتى اللي هو بيطلع على الطريق بتاعنا احنا اللي هو بتاع اللي بيطلع على هريه ده يا شباب. لو انت بتعدي تحت اي كوبري خرسانه عموما حتى في اي مكان، الكوبري ده لو جه يتقاطع يا شباب مع خط قطر يعني سكه حديد، بص كده هتلاقي ان الكوبري كله خرسانه وبيجي عند السكه الحديد ويتعمل ستيل. يعني انت ركز كده لما تعدي تحت شرويده او تحت اي كوبري كده، بص عند السكك الحديد كده يا باشمهندس هتلاقي دايما الحته اللي فوق السكه الحديد بتتعمل ستيل، ما بتتعملش خرسانه، على الرغم ان الكوبري كله بيكون خرسانه، يعني كل الكوبري بيبقى خرسانه. ليه؟ هي علشان الميزه اللي انت حضرتك شايفها قدامك دي ما بيحتاجش شده خشبيه. مش فاهم برضه يا باشمهندس؟ ما هو عشان حضرتك تكمل الكوبري خرسانه فسيادتك محتاج تعمل شده خشبيه. طيب انت سيادتك في سكه حديد يعني في قطر بيعدي، ما هو القطر ده مش ينفع توقف القطر يوم ولا يومين ولا اسبوع. وبعدين كمان في حاجه، ان الشده الخشبيه في الكباري بتاخد فتره كبيره جدا، يعني انت الشده الخشبيه تقعد لها مثلا شهر ونص شهرين ولا حاجه كده لما انت تشيلها، لما تفكها بعد كده وتشيلها. حضرتك لما انت في الوقت ده انت مش هينفع تعطل حركه القطر يا باشمهندس، فانت الستيل بيكون بديل مهم جدا او بديل مميز جدا للخرسانه يا باشمهندس في الحاله دي. كمان في عندك يا باشمهندس ان الميزه المهمه جدا ان هو هاي داكتيلتي. هاي داكتيلتي دي انا لسه بقول لك ان هي يقدر يحصل له تشكل قبل ما ينهار، ودي طبعا خيار كويس جدا ان حضرتك المنشأ بتاعك يديك انذار ان هو هيحصل له فيلير، فتقدر حضرتك تقاوم المنشأ ده، يعني تقدر تدعمه تقويه، او لو انت ما قدرتش تدعم او تقوي المنشأ ده يا باشمهندس على الاقل خالص هتقدر تطلع الناس منه قبل ما يحصل له انهيار. طيب بعد كده يا باشمهندس، طب هل هو كله مميزات كده؟ يعني قال لك لا، يعني دول شويه مميزات. هل ده كله مميزات؟ قال لك لا، ليه شويه عيوب. من ضمن العيوب بتاعته طبعا ان الحديد بيصدي، صح؟ فالصدأ ده يا باشمهندس مشكله. من ضمن العيوب بتاعته ان الحديد غالي شويه، اغلى من الخرسانه يعني، خلاص ان هو تكلفته عاليه شويه. من ضمن المشاكل اللي في الستيل يا شباب ان هو ليس ريزيستنس تو فاير، اللي هو يعني مقاومته ضعيفه للحريق، اللي هو يا باشمهندس لو لا قدر الله في منشأ مثلا معدني حصل فيه حريقه، هو بيحصل له انهيار اسرع من المنشأ الخرساني. ليه؟ علشان يا باشمهندس لما يبقى عندك منشأ ستيل ويبدا يحصل فيه حراره، فالحراره دي بتخلي الحديد يتمدد. فالحديد لما بيتمدد يا باشمهندس اي المنشأ الستيل ده شباب المنشأ المعدني ده بيبقى شويه عناصر متربطين مع بعض بمسامير. العناصر دي لما كل عنصر يتمدد فتلاقي ان الكونكشن الوصلات اللي ما بينهم المسامير اللي ربطاهم ببعض بتتكسر، يبدا المنشا يحصل له انهيار على طول. لا، الخرسانه بقى بتقاوم شويه في الحريق. لكن انا عايزك تبقى عارف برضو، انت كمهندس دلوقتي سمعت عن الستيل، لازم تبقى عارف ان الصدى او ان انا اقدر امنع الحديد ان هو يصدي خالص، واقدر امنع موضوع مشكله الحريق ده في الحديد، بس بفلوس غاليه جدا. في الوقت الحالي في امكانيه انك تمنعه ما يحسش بالحراره خالص، يعني انت ممكن تدهن الحديد بماده ما يحسش بالحراره خالص يا باشمهندس، وممكن تدهنه بماده طبعا اكيد ممكن يدهن ما يحصلوش صدى، يعني انت ممكن تحل دول بس بفلوس يعني. طيب ده كده يا باشمهندس شويه معلومات مهمين جدا لازم تبقى انت عارفهم. ايه هي المنشآت دي؟ ايه مميزاتها وايه عيوبها؟ ده سؤال ممكن يجي في الميد ترم، ممكن تلاقيه يعني وش يعني في الغالب بتلاقي سؤال مثلا زي بتاع نظري ده كده في الميد ترم، يقول لك ايه مميزات وعيوب المنشآت المعدنيه يعني. تمام؟ ده كده يا شباب بالنسبه للسؤال او الجزء الاول. احنا هنتكلم دلوقتي بقى يا باشمهندس بس كلمتين كمان عن الستيل كماتيريال كماده. يعني
لو انت عندك يا باشمهندس انت درست ماتيريال في اولى مدني، لو انا عندي قطعه حديد رود كده، يعني انا جايب سيخ حديد كده وانا عايز اعرف خصائص السيخ ده، يعني انا عايز اعرف خصائص الحديد. طيب هو انا عشان انت اخذت خرسانه دايما، عشان اقرب لك الموضوع شويه، هو انت لما حد يجي يقول لك يا باشمهندس خصائص الخرسانه بتاعتك، يعني الخرسانه بتتميز بايه دايما؟ برقم واحد انتوا عارفينه، حاجه اسمها الاف سي يو، صح؟ يعني انت دايما لما نيجي نقول لبعض في الموقع كده الخرسانه دي اف سي يو كام؟ 250 ولا 300 ولا 350 ولا كام؟ اف سي يو اللي هي قدره تحمل خرسانه، يعني الاف سي يو. طيب احنا نفس الكلام في الستيل كده يا شباب، الستيل ده ليه شويه حاجات كده برضه، يعني ايه؟ يعني لما تيجي تبص على الحديد كده حضرتك، الحديد ده لازم يبقى ليه معاملات بتعبر عنه، قدره التحمل بتاع الحديد ده يقدر يشيل قد ايه؟ تمام؟ حضرتك لو جبت سيخ حديد كده وعايز تعرفه يقدر يشيل قد ايه، بنعمل عليه اختبار مهم جدا اسمه اختبار الشد القياسي. انتوا اخذتوا الاختبار ده يا شباب في اولى مدني الترم الثاني في ماتيريال او في الترم الاول. تمام؟ انت عندك يا باشمهندس بتعمل ايه؟ بتجيب سيخ الحديد ده وتروح المعمل تعلق السيخ ده في مكنه، بتعمل عليه شد، يبدا يتشد من ناحيتين كده يا شباب، يتعمل عليه قوه شد من ناحيتين كده. طيب لما انت بتشد الحديد ده بقوه اسمها بي مثلا، تبدا يا باشمهندس تشد وتزود القوه تدريجيا، تبدا تزود 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 لحد لما انت تبدا تلاحظ ايه؟ الحديد كل ما انت بتشده بيستطيل معاك، يعني بيطول يطول 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 يا باشمهندس، لحد لما تلاقي الحديد فجاه يحصل له حاجه زي كده، بص يعني يبدا ان هو يتاكل كده، يبدا الحته في النص كده ايه؟ تصغر يا باشمهندس. يبدا لما هو الحته اللي في النص دي تصغر وبعد كده يتقطع من هنا كده يا شباب. يعني انت بتبدا الاول تشد تشد، لان انت بتعمله ده اسمه اختبار الشد القياسي، هو مش مطلوب منك المعلومه دي بس تبقى انت عارفها. يبقى انت لما تحتاج تعرف خصائص الحديد بتعرفها منين؟ من منحنى او من اختبار الشد القياسي. اختبار الشد القياسي سيادتك ده بترسم من خلاله منحنى اسمه الاستريس سترين كيرف، اللي هو المنحنى اللي انا رسمه ده. المحور الراس ده بيبقى الاستريس، الاستريس ده اللي هو اصلا بيجي ازاي؟ حد عارف الاستريس؟ اه، الاستريس ده اللي هو بيبقى عباره عن فورس على اريا. طب والسترين ده اللي هو دلتا ال على ال، مالناش علاقه بيه برضه، بس تبقى انت فاهم الحاجات دي يعني. طيب انت عندك المنحنى ده بعرف من خلاله خصائص الحديد يا باشمهندس، المكنه اصلا في مكن حديد دلوقتي بيرسم لك الاستريس سترين كيرف ده على طول جاهز، يعني هو اصلا انت بتاخده جاهز من المكنه. ده من خلاله بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ بيقول لك ان حضرتك لما بتيجي تشد الحديد ده في الاول بتفضل تشد تشد الحديد، خلاص؟ بيبقى في المرحله الاولى دي اسمها مرحله الالاستيك. بعد كده الحديد بيوصل لنقطه معينه، وبعد كده بيبدا يدخل في مرحله اليلد. بعد كده بيبدا الحديد يدخل في مرحله الفيلير اللي هي بيحصل لها المنحنى بيبدا يزيد بالشكل ده لحد لما يوصل لاقصى اجهان، وبعدين بيبدا يتكسر بالشكل ده كده يا باشمهندس. يبقى انت لما تحتاج تعرف خصائص الحديد فانت بتعرفها من منحنى الشد القياسي اللي هو، او من منحنى الاستريس سترين كيرف اللي انت بتجيبه منين؟ الاستريس سترين كيرف من منحنى او من اختبار الشد القياسي. طيب هو ايه يا باشمهندس الخصائص اللي انت عايزك تعرفها للحديد؟ في عندك حاجه اسمها اليانج مودولس للستيل، وده يا باشمهندس اللي هو النسبه بين الاجهاد للستريس للسترين بس في مرحله الالاستيك اللي هنا كده. في عندك الستريس سترين كيرف اللي هو الاي، ده يا شباب رقم ثابت للستيل، وده بيبقى قيمته 2100 طن على السنتيمتر مربع. في عندك حاجه ثانيه يا باشمهندس للستيل، والحاجات اللي هو التعريفات ده انا مش عايزك تعرفها، يعني انا ان شاء الله هبعت لك المذكره، هبعت لك كل المذكرات باذن الله بعد كده. ففي حاجات كده اللي انا عايزك تعرفها مثلا اللي هي المميزات والعيوب، لكن انا عايزك ده بس تبقى فاهمه. مهم جدا الاستريس سترين كيرف ده يا شباب، مهم جدا ده. ده لازم تبقى عارفه زي اسمك كده. ده بيجي كتير جدا في الميد ترم، يعني بنسبه 99% ده بيجي في الميد ترم، اللي هو ارسم الاستريس سترين كيرف للستيل، تمام؟ لكن التعريفات اللي تحت دي مش مهمه، يعني انت تبقى عارفها انت لنفسك. اللي هو تبقى عارف يعني ايه اليانج مودلس والسور ريشيو، وتبقى عارف الشير مودلس بتاع الستيل، تبقى عارف دي التعريفات دي مش مطلوبه منك يا باشمهندس، خلاص؟ لكن اللي انت تبقى عارفه بقى يا باشمهندس هي رسمه الستريس سترين كيرف، وتبقى حافظ القيم دي للستيل، يعني تبقى عارف مثلا ان كثافه الستيل كام؟ يعني انت تبقى عارف مثلا ان كثافه الستيل 785 طن على المتر المكعب. تبقى عارف ان اليانج مودلس او المودلس اوف الاستيست بتاع الستيل 2100، الشير مودلس بتاع الستيل 810، بوسو ريشيو للستيل بتبقى 3/10، الكوفيشن اوف ثيرمال اكسبانشن 1.2 × 10 والسير ب5، وان كانت ان الاخيره دي كمان ملهاش اهميه قوي، يعني ما بتظهرش معاك في المنهج خالص. اللي هيظهروا معاك ان شاء الله في المنهج هم دول كده بس، الاربع قيم دول، عشان بعد كده اي مساله ما حدش وفي الامتحان ما حدش بيدي لك القيم دي جيفن يا باشمهندس، القيم دي ما بتبقاش جيفن في الامتحان، خلاص؟ فانت لازم تبقى انت عارفها للستيل يعني. طيب باشمهندس احنا بيبقى عندنا في كام نوع من الستيل موجودين؟
لك الستيل اللي موجود عندنا في مصر هنا يا شباب، في عندنا ثلاث انواع من الستيل. في عندك ستيل اسمه ستيل 37، في عندك ستيل 44، وفي عندك ستيل 52. يبقى انت عندك في الستيل عندنا في مصر ثلاث انواع. الستيل ده يا شباب من الاضعف، ستيل 37 ده اضعف، وبعد كده 44 ده اقوى منه شويه، 52 ده اقوى حاجه. ستيل 37 ده بيستخدم غالبا، نوع الستيل ده اللي ستيل بنعمل ده من المنشات العاديه، اللي هو بنعمل منه المنشات اللي احنا هندرسها في سنه ثالثه. يعني لو انت عايز تعمل مظله مثلا، عايز تعمل هانجر، فده بيتعمل من الستيل اللي هو 37. ستيل 44 وستيل 52 ده يا شباب في الغالب، في الغالب بيستخدم بشكل كبير في الكباري. يعني الكباري معظمها بتتعمل من ستيل 52، تمام كده؟ وهنعرف. يبقى انت عندك 37 ده اللي هو اقل شويه اضعفهم، 44 اقوى شويه، 52 ده اقوى حاجه خالص في الثلاثه. طيب 37 ده تبقى انت عارف ان في الغالب المنشآت بتاعتك اللي هي المنشآت العاديه زي الهناجر، زي مثلا ابراج الكهرباء، الحاجات دي كلها بتتعمل من ستيل 37. او في الغالب ممكن عادي جدا انك ممكن تستخدم 52، بس مش هيبقى موفر معاك، يعني هيبقى غالي شويه، تمام؟ طيب هو ايه الفرق يا باشمهندس ما بين 37 و44 و52؟ طيب لو جينا نبص يا شباب، ركز بقى معايا. ستيل 37 يا باشمهندس ده، هو انواع الستيل ده يا شباب كده اصلا، هو الستيل بيتعمل ازاي؟ الستيل ده اصلا يا شباب بيطلع عباره عن خام كده من الارض، تمام؟ الخام ده بيروح افران يا باشمهندس، زي ما انت اخدت برضه في اعدادي في الانتاج، بيروح افران اسمها افران صهر، بيتصهر فيها يسيح يبقى زي الميه كده، تمام؟ بعد كده يا باشمهندس هم هناك بقى بيبداوا يعالجوه، يضيفوا عليه كربون، يشيلوا منه الشوائب، حاجات زي كده، ان هم يطلعوه بالجوده بتاعته اعلى شويه. فانت حضرتك هناك هم بيقدروا يتحكموا في نوع الستيل اللي بيطلع من الثلاثه دول كده، حسب طريقه تصنيع الستيل نفسها. عندك يا باشمهندس ستيل 37 ده، ستيل بيبقى طري شويه، هو بيشيل احمال صغيره، بس هو يا باشمهندس الدكتيلتي بتاعته اعلى. بص المنحنى بتاع الاستريس سترين كيرف بتاع ستيل 37 اهو، فانت هتلاقيه بص هو بيشوف في الاسترين بيحصل له سترين اعلى، يعني هو بص بيمتد لحد فين، يبقى هو كسترين كدكتيلتي اعلى، لكن كستريس اقل يا باشمهندس. يبقى الراجل ده كسترين اعلى لكن كستريس اقل. ستيل 44 يشيل قوه اعلى زي ما انت شايف كده، لكن كسترين يقل شويه. طب ستيل 52 يشيل فورس اعلى لكن كدكتيلتي كممطوليه، يعني ان هو يحصل له استطاله اقل. فانت عندك على فكره، خلي بالك في علاقه ما بين حاجتين، في حد بيشيل حمل عالي جدا بس ايه يا باشمهندس، بس دكتيلتي بتاعته قليله. الثاني كل ما حضرتك الدكتيلتي بتاعت العنصر يا باشمهندس، او كل ما اسف قدره تحمله بتزيد شويه، فتلاقي الدكتيلتي بتقل. ليه؟ علشان اللي بيتحكم اصلا في قدره التحمل في الستيل ده يا شباب نسبه الكربون اللي فيه. كل ما نسبة الكربون اللي في العنصر ده يا باشمهندس بتزيد، فانت بتلاقي العنصر بتاعك بيبقى مور بريتل، يعني بيتحول، بيقل شوية الدكتيلتي اللي بتحصل في العنصر بتاعك. على فكرة الرسمة دي برضو اللي قدام حضرتك دي مهمة جدا، اللي هي تبقى انت عارف ايه انواع الستيل اللي موجودة عند حضرتك. وسؤال مهم جدا جدا، تبقى عارف رسمة الاستريس سترين كيرف، لو هو الدكتور في الميد تيرم طلب منك ترسم الاستريس سترين كيرف بس، ولو الدكتور طلب منك ترسم الاستريس سترين كيرف مش ماسكتش، قال لك للثلاث انواع من الستيل، فور ستيل 37 44 52، لازم ترسم الرسمه اللي قدام حضرتك دي كده الثلاثه مع بعض بالشكل ده، ولازم وانت بترسم ال 37 بالشكل ده وال 44 وال 52. بعد كده يا شباب ده بالنسبه للنقطه دي. بالمناسبه يا شباب، هو لو فصل علينا دلوقتي انا هبعت لكم لينك تاني على الجروب، عشان هو تقريبا زوم بيفصل طبعا كل 40 دقيقه، فهو لو فصل هبعت لينك تاني. طيب بعد كده يا باشمهندسين هيبقى في معانا في نقطه تانية بقى مهم. عندك شايف التلات انواع من الستيل دول يا شباب، هو احنا اصلا كل ستيل ليه رقمين، زي ما انا لسه كنت بقول لك من شويه كده ان الخرسانه بتتميز بايه. لما نيجي نقول لك خرسانه يا باشمهندس، هتلاقي ان يقول لك على طول دايما اف سي يو بكام، 350 ولا 250، صح؟ يقول لك الاف سي يو بتاعت الخرسانه دي كام، 350 كيلو جرام على سنتيمتر مربع ولا 250. طيب هنا بقى يا باشمهندس الستيل بتاعنا ليه رقمين مهمين جدا جدا جدا، لازم تبقى عارف لما اقول لك الستيل 37 فتقوم انت قايل على طول هي الاف يلد بتاعته بكام والاف التيمت بكام. يعني ايه؟ ما احنا بص كده الستيل 37، الستيل 37 ده يا شباب الاف يلد، يعني ده الاجهاد اللي بيحصل عنده الخضوع، اللي هو بيتحول من مرحله الالاستيك زون الى مرحله البلاستيك زون، تمام؟
في عندك الاف التيمت ده يا شباب، يعني ايه اف التيمت؟ الاف التيمت ده اللي هو اقصى اجهاد بتوصل له الماده وبعدها بيحصل لها انهيار. يبقى الاف التيمت ده اقصى اجهاد الماده تقدر، الستيل 37 ده يقدر يشيله. طيب ستيل والاف يل ده الاجهاد الفاصل ما بين الالاستيك والبلاستيك يا باشمهندس. طيب نيجي نلاقي ايه؟ نلاقي ان في ستيل 37 ده الاف يل بتاعته ب 2.4 طن على سنتيمتر مربع، والاف التيمت بتاعت الستيل ده 3.6. ستيل 44 اليلد بتاعته 2.8، الاف التيمت 4.4. ستيل 52 اليلد بتاعه 3.6، الالتيمت بتاعه 5.2. يبقى الارقام دي يا باشمهندس حفظ طبعا، ده اساس للستيل اصلا يعني. يعني الف